فلا ألف غيار سوى غرامي Thank you.
I'm
Hey!
Yeah.
ما أدرك يا أبو حجر، ما أدرك. الله يعطيك الصحة، الله يجزيك خير، وربي يطرح فيك البركة، وربي يحفظك، وربي يعيش لك بابا حمو إن شاء الله. هادي ليلة من تلك الليالي. شوف راني قاعد وحدي في الصنم، عملت لك التسجيل هذا، عقبت معاه سهرتين وقايلة ما قيلش، وانا عملت مجهودي باش يكون لك يعني التسجيل كما ينبغي. لابوبين هذه سيشن بوبين اكسترا ماس، راك شفت باللي التسجيل راهو محكم الا ان تيست وقل من النص، دونك مازالوا لك فيها تروا دو بيست بليتو دو بيست ادمي. سي عبد الحميد يجازيك خير كذلك، راك زهيتنا في هذه الليلة هذه، يعني حسب الشيء اللي كنا نتمناو فيه. بارك الله بكم وكل كل واحد منكم راهو ادى الواجب نتاعو وعمل المجهود نتاعو، والله يجازيكم خير. راني قاعد وحدي في الصنان، ولكن بالبوبينة نتاعك راني ما نعتبرش روحي، مانيش معتبر روحي وحدي. البوبينه نتاعك هذه عندي انا ثاني من نهول بها، كما نهول بها عبد الكريم، ونهول بها مصطفى، ونهول بها جماعه اخرين. واش تقول عبد الحميد في هذا الطرف هذا الجيل بخصوص تاع تحيا بكم كل ارض؟ بصح عندنا واحد في قسنطينة غيرها الجيريين كي غنى الطرف هذا، ما نعرف لا كان تعرفه ولا ما تعرفوش. شوف هو كاين واحد الطرف الجيري، الطرف تاع الجيري خطفته من لا تلفزيون، لعله يعجبك. على كل حال راني ماذا بيا نسجلهولك في لابوبين هذه، اسمعوا
ومن بعد إذا كان ظهر لك تمسحوا باش تسجل عليهم الآخرين أمسح على روحك ما عنديش حاجة. الحاج على كل حال الطرف هذا تكلمت لك عليه كي تلاقينا في السهرة، هذا الطرف هذا سجلته بخصوص السي السابق الله يرحمه، سجلته قبل ما نجي لقسنطينة ومعاون نسمحوله. هاس عم سكين زربت به المنية الله غالب الله يرحمه برحمة الله. سعد الحميد قبيل نسيت نتكلم لك على اللمانة نتاعك اللي وصيتني عليها، لمن انتاك راهي تلحقك قبل اخر الشهر ان شاء الله لقسنطينة بها بالبوبينة هذه، او جايني هالايام ممضي محمد العربي العروس نتاعنا ونديو البوبينة نتاع الحاج هاو نحطوها على شط البحر هاو نستغلو. هذا قال لك صاحبي كيف كانش الحاج نكحلو في مضرب العين، هذاك اللي كان يا عبد الحميد أو المزية اللي جيت ماني صاحب البن، أما لو كان جيت نشرب البن الله أعلم مع المرض نتاع لما يجيك هذه تعلم كانوا يطلعوني بلا بسيكياتري. شوف يا صاحبي على كل حال بور سوسوار نودعكم الكل على خير يا صاحبي، راهي الساعتين تاع الصباح وهذا الصباح يزمني النور بكري تاع الخدمة، بس عندي كلمة نقولها يعني من غير ما نبالغ. شوف الحاج اللي يقول يهز الكمانجا قدامك يكتب، واللي يقول يطبع الغناء كيف يكتب، واللي يقول يهول واحد ممحون كما رانا كل مقيوسين كما هول سنان زاره يكذب. وش نقول لك يا أخويا، حافظ على روحك حافظ على صوتك، أراك يعني نعتبروك كما يقولون النصارى إن بارتي دو نوتر باتريموان، يعني قطاع من التراث نتاعنا من التراث القسنطيني، وهذا هو الشيء اللي كنا نتمناوه وهذا هو الشيء اللي توصلنا ليه الحمد لله. وربي يعيشك الحاج وربي يعطيك صحتك وربي يحفظك، وإلى اللقاء إن شاء الله وتصبحوا على خير.